سلام، نعمة، محبة، فرح في شخص المسيح يسوع لكل مشاهدي برنامج نور لجميع الأمم. وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. اسمي نزار شاهين، مضيف هذا البرنامج. أصلي إلى الله إنك تستمتع بكل فقرات وأجزاء هذا البرنامج. في هذه الحلقة سنستمع إلى اختبار وشهادة أخت تغيرت حياتها، الأخت لينا، مع الأخ يوسف دكور. ثم سألتقي بالقس عماد خوري الذي سيحدثنا عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع الفداء في الكتاب المقدس. عزيزي، إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار سيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذه الحلقة، نحب أن نسمع منك. إخوتي وأخواتي، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة. سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي، راض وشاكر. سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك للنهاية، راض وشاكر، راض وشاكر. ربي رضيت ما تريد، وأنت قد صرت حبيبي، أريتني الحب العجيب بموتك فوق الصليب. ربي رضيت ما تريد، وأنت قد صرت حبيبي، أريتني الحب العجيب باديا فوق الصليب، فوق الصليب. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك، رب القيامة وثقت بمجدك هبني أراك. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك، رب القيامة، رب المحبة، هبني أراك، هبني أراك. أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج نور لجميع الأمم. اختبار اليوم بيحدثنا عن موضوع هام جدا. الله بيبحث عن كل واحد فينا. وسفر أيوب بيقول أن الله يكلم الإنسان بواحدة وباثنتين والإنسان لا يلاحظ. يمكن الله عم بيحاول يكلمك، عم بيحاول ينادي عليك وأنت مش منتبه. والله بطريقة خاصة تعامل زي ما بقول الكتاب في حلم في رؤيا الليل مع الأخت لينا. أهلا فيك يا أخت لينا. الله تعامل معك في حلم وفي رؤيا الليل ونادى عليك. يريد تحكي لنا كيف الله تعامل معك. أنا الحقيقة كنت إنسانة عايشة بالعالم زي باقي الناس، يعني كنت أعرف المسيح إنه مات وقام بشكل تقليدي، يعني ما كنتش أعرفه شخصي. وكان اللي أنا اللي أخت وأخو مؤمنين كانوا يحكوا لي كتير عن الرب، بس ما كنت أتقبل. يعني كنت أحب العالم، بدي الحفلات بالرقصات والغناني وكل الأشياء الحلوة اللي بالعالم. في يوم أجا عنا قسيس على الكنيسة، والسيس أجا وعز عنا على الكنيسة وخلص الاجتماع وكل شيء. بعد بجمعة أجانا هذا القسيس في الحلم وقعد يقول لي عن الرب ويخبرنا عن الرب، وأنا كتير كنت في هذا الوقت كتير بحاجة ماسة إنه إشي يشبع قلبي
وإشي يملأ قلبي. كنت في مشكلة كتير صعبة، كنت في مشكلة بدي حدا يفهمني، بدي حدا يحس معاي. فهذا الوقت أجاني هذا الحلم وقعد يقول عن الرب إنه لازم أقبل الرب، إنه هو اللي بريحني، لازم أنا أقبل ومخلص شخص لحياتي أعيش لإله. في الحلم حلمتي في أسيس معين؟ أيوة. وعم بعرض عليك إنك تقبل الرب. بالحلم انتهى الحلم لحد حديثنا، يعني ما صار في أي خطوة. بعد كمان جمعة أو جمعتين هذا الأسيس أجى عنا على الكنيسة، وأنا كنت أنزل على الكنيسة لغرض إنه بنزل، مش لغرض إني بعرف الرب أو إشي. وخلص الوعظة هذا الأسيس وكل إشي. من بعد الاجتماع ما خلص قلت في عقلي أقول له لهذا الأسيس إني حلمت فيه ولا لا؟ قلت بعقلي لإيش إيش بدك فيه؟ لا بدك تقولي له، ما قلت لهش. بآخر لحظة ما بدي يجي يروح إشي قال لي إني أقول له. قلت له على فكرة إنه أنا حلمت فيك، حلمت فيك هيك هيك، أنت عم بتقولي وعم تحكي لي عن الرب. الأسيس بقول لي قبلتي؟ أنا استحيت أقول له طبعاً لا، قلت له على الطريق. على الطريق. على الطريق. سأل لي تحب نصلي لك؟ فهي لحظة شعرت هالقد بجوع وهالقد إنه أنا بحاجة إنه يصلي لي، بحاجة لهذا الإشي اللي أنا كنت أدور عليه، اللي ضايع مني وأنا عم بدور عليه ومش مش ملاقيته. فهذيك اللحظة صلينا وقبلت الرب ودخلته لحياتي، وهالقد كان فرح وسلام، وشعرت بمحبة بتغمر كل قلبي، وشعرت بملئ عم بملأ كل قلبي من بعد الفراغ اللي كان يعني فيه. صارت إنه في أمل للحياة من بعد المشاكل اللي مرت فيها والمشكلة اللي مرت فيها. صار في طعم للحياة. طعم للحياة، في أمل جديد أدور عليه وهدف جديد أمشي وراه. مبارك اسم الرب. قلتي إن كنت في مشكلة اللي شعرتي في الشخص ممكن يساعدك عليها. من بعد ما صليت هاي الصلاة وطلبت الرب، الرب تدخل في هذا الموضوع. تدخل وحله بشكل قاطع. مبارك اسمه. لما بسمع اختبارك حقيقة شيء بأثر بقلبي، بشعر شوف الرب بيستخدم الحلم، أمرات بيستخدم شخص حتى ينادي عليك. كلمة واحدة بقدر أقول لك إياها، إنك أنت غالي على قلب الرب. أنا بشكر الرب لأجل محبتك لإله واستجابتك مع دعوته. ربي يباركك يا أخت لينا. شكرا يا أخوتي. هاي الرسالة تبعت اليوم، أنت غالي على قلب الله، والله لما الله مشغول فيك، الله مهتم فيك، الله مشيئته أنه تيجي لإله. يمكن أنت عندك مشاكل زي ما كان عند الأخت لينا، ومرت حالك وصعب كتير مش عارف تنجى منها، وبتصرخ وبتدور على منقذ. بقول لك في منقذ اسمه يسوع المسيح. وبدي اقول لك شيء اكثر من هيك، شوف الله تعامل معها مع انها كانت بس مجرد تروح على الكنيسه لانها شيء تقليدي او شيء عادي او لاجل اهلها، ولكن الله استخدم الحلم. ممكن الله يستخدم كذا طريقه حتى يقول لك تعال. هذا بقول انه الرب مشغول فيك وانت غالي على قلبه. واكبر برهان انه احنا غاليين على قلب الله، الله ارسل يسوع المسيح، وعلى الصليب علق 6 ساعات وانسفك دمه لاجلك، لاجلي، لاجل الكل. يا ريت تقبل هاي الدعوه، واذا كان الله عم بينادي عليك قل له امين يا رب انا بدي اياك. لمزيد من الاستفسار نشجعكم مراسلتنا على العناوين التاليه: نور لجميع الأمم، صندوق بريد 5022، نيكوشا 1306، قبرص. وفي كندا صندوق بريد 85300، برمنتون أونتاريو L7R4K3. أصدقائي الأعزاء من مدينة الناصرة، من الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في نفس المدينة مدينة الناصرة، يسرنا أن نستضيف في البرنامج نور لجميع الأمم الأخ عماد خوري. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلين أخ نزار. أخ عماد، حديثنا رح يدور في هذه الحلقة عن موضوع الفداء، وكلمة الفداء كلمة كبيرة. حتى نبسط الأمور للمشاهدين، هل يمكنك أن تقدم لنا تعريف أو ماهية الفداء ومعناه؟ التعريف اللغوي لكلمة الفداء هو الاعتاق من الأسر بواسطة دفع ثمن أو مقابل، أو هو الثمن المدفوع لاعتاق أسير ما قد وقع في السجن
وقع في أيدي الأعداء وحلفاء يريد أن يستردوه حراً طليقاً، فتجري المفاوضات، إما يصل إلى اتفاق بمقايضته بأسرى آخرين أو بدفع فضة أو ذهب أو بأي شيء آخر حتى يتم إطلاقه من الأسر. ينبغي أن يدفع ثمن. طبعاً. دعني أسألك هذا السؤال، ما هو الأمر الذي أوجب لزوم الفداء؟ لزوم الفداء هو ما حدث في جنة عدن، فالله عندما وضع آدم مع حواء في الجنة أمره أن يعمل هناك في الجنة وأيضا أن يتسلط على كل شيء، لأن الله كان يحكم ويتسلط على كل الأرض من خلال آدم اللي هو تاج خليقة الله ورأس جنسنا الأول. فنرى على أنه آدم أيضا أمر الله أن لا يأكل من شجرة واحدة، قال له من جميع أشجار الجنة تأكل أكلا ولكن شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، لأنه يوم تأكل منها موتا تموت. ونرى أنه الشيطان اللي كان ينوب عنه الحي يخدع حواء، وحواء تأكل من هاي الشجرة المحرمة وتعطي أيضا لزوج لبعلها آدم، وهكذا يسقط يعصو الله ويتعدى على وصية الله ويهين الله بهاي الخطية، ولكن بغواية الشيطان. ونرى أنه بعد ما بوكلوا بتنفتح أعينهم وبيعرفوا أنفسهم، بحسوا بالعري والخجل، فبخيطوا لأنفسهم مآزر، وهي بتكون من أوراق التين. ولكن بنشوف أنه الله بعد بقدم لهم أنه بصنع لهم قمصان من جلد، دلالة أنه كلهم ما صنعتم لأنفسكم حتى تستروا الخطية وما صنعتم بأوراق تين من أعمال أيديكم لا تنفع، وأقمصة الجلد تشير إلى لزوم هناك ذبيحة، وهي الذبيحة بتشير إلى الفداء اللي كان معد منذ الأزل، لا سيما بقول بطرس الرسول: عالمين هذا أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بفضة أو ذهب، بل بدم كريم، دم المسيح، كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم، فالله أعد هذا الحمل وأعد هاي الذبيحة مسبقا، لأنه رأى تعدي آدم على وصية الله وأكله من المحرم، واستوجب الفداء دفع الثمن لإعتاقه من الخطية ومن الموت ومن الشيطان أيضا اللي أغوى وقاده إلى السقوط. أخ عماد، كلمة الفداء موجودة كثيراً في الكتاب المقدس، فهل يمكنك أن تحدثنا عن بعض المعاني لكلمة الفداء؟ في رسالة أفسس هناك بشير للفداء بثلاث معاني. نشوف في رسالة أفسس الإصحاح الأول وعدد 7 يقول على أنه عن شخص المسيح: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. وكلمة فداء هنا تعني فداء نفوسنا وأرواحنا. في الكتاب المقدس نرى كلمة فداء عدة معاني وعدة مواضع، بقول هناك: بارك يا نفس الرب الذي يفدي من الحفرة حياتك، فداء من القبر من الموت. أيضا بمكان آخر: الذي الرب يفدي من الضيقات، أو فدى من الضيق نفسي من الضيق. ويقول أيضا: افتدانا من لعنة الناموس. لكن نرى بوضوح هنا في هاي الآية اللي ذكرها بولس في أفسس فداء لأرواحنا ونفوسنا من الموت، من عبودية الخطية، من عبودية الشيطان، وذلك عن طريق إيماننا بالرب يسوع حمل الله اللي رفع خطايانا. لأنه نرى أنه الثمن المدفوع اللي كان ينبغي أن يدفع بالأحرى لفدائنا من الخطية ونتائجها وللتحرر من عبودية الشيطان هو الموت. وجاء المسيح مولودا من عذراء من الروح القدس، قدوس بلا شر ولا عيب ولا دنس، إنسان كامل، مضى إلى الصليب وعلم أنه مطالب الله القدوس كانت تستوجب الموت، وسدد هناك كل مطالب الله بموته، مطالب العدل الإلهي، ورد لله كرامته ومجده وحقوق قداسته التي أهينت في عدن بخطية آدم.
فإذا نرى أنه الرب يسوع اللي جاء كإنسان كامل أيضا وهو ابن الله الأزلي، نرى أنه يتحمل قصاص ودينونة خطايانا كاملة على الصليب، خطاياي وخطاياه، وأيضا لكل من يؤمن، لأنه كفارة المسيح تكفي للجميع، ولكن لا ينتفع منها إلا الذي يؤمن. والذي يريد أن يتمتع بالفداء، بالإعتاق من الخطية، من الموت اللي جابت الخطية، من الهلاك الأبدي، من الانفصال عن الله، من شكاية الشيطان ومن عبودية الشيطان، عليه أن يأتي بالإيمان إلى صليب ابن الله ويؤمن إنه المسيح مات عن خطاياه هناك وافتداه من كل هلاك، من كل خطية، ويستطيع بالفعل أن يتمتع عندها بالغفران. والغفران يعني المقترن بالفداء هذا على أساس ما صنع المسيح على الصليب. الغفران يعني أنه فداء المسيح يزيل خطايانا من أمام الله، من أمام عينيه، لا يعود يذكرها، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. ولا يعني فقط الغفران أيضا على أساس فداء المسيح بهذا الإيمان فقط إزالة خطايانا من أمام وجه الله ولا يذكرها إلى الأبد، بل أيضا هو العفو والصفح، لأنه يوجد من احتمل قصاص ودينونة خطايانا وهو شخص المسيح. عندها لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح، اللي جاءوا إلى المسيح مؤمنين أنه حمل الله، حمل خطاياهم، عندها يكون لهم سلام مع الله وفداء لأرواح ونفوس لا تهلك إلى الأبد، لا تذهب إلى موت أبدي، إلى جحيم وإلى بحيرة نار وكبريت، بل يكونوا دائما في محضر الله. هذا الفداء اللي ذكرت، فداء نفوسنا وأرواحنا. نعم. المعنى الآخر للفداء يا أخي، في معنى آخر أيضا موجود في ذات الإصحاح من رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد 14، بقول الذي هو أي الروح القدس، الموعد القدوس اللي به ختمتم، عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. فهذا الروح هو ضمان ميراثنا حتى يتم فداء ما أقتني. فإذا ما هو المقتنى؟ هو ميراثنا الأبدي، وهذا الشيء حصله المسيح بموته على الصليب. وإحنا إلنا بركات، الرب يسوع ذهب إلى بيت الآب وأعد بركات لنا، ويوجد بركات أيضا أخرى في الأرض وفي السماء، ولكن نحن حتى نصل إلى ذلك اليوم وندخل الأمجاد السماوية ونرى هذا الميراث الذي لنا ونتمتع بهذه الأمجاد، لكن الآن نستطيع أيضا أن نفرح فيها بإيمان، نعرف كما هو مكتوب أيضا إنه ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، ولكن الله أعلن لنا بروحه. فإذا الروح القدس جاء وأعلن لنا أنه افتدي فداء لنا مقتنى، لنا ميراث سماوي، وهذا الروح يشهد ويؤكد ويضمن حصولنا على هذا الميراث العتيد عندما ندخل السماء، عندما نكون مع الرب. ولكن ممكن منذ الآن أن نتمتع بفرح وبسرور بهذا الميراث بواسطة الإيمان. أخ عماد، ذكرت الفداء، المعنى الأول فداء نفوسنا وأرواحنا، ثم فداء المقتنى طبعا هو حصولنا على الميراث الأبدي والخيرات وبركات الله. هل يوجد معنى آخر؟ المعنى الآخر في ذات الرسالة أيضا أفسس إصحاح الرابع عدد 30 يقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي ختمتم به ليوم الفداء لمدح مجده. فإذا هناك يوم فداء، وما هو هذا اليوم؟ هو يوم مجيء الرب، عندما نسمع البوق الأخير في لحظة في طرفة عين جميع المؤمنين الأحياء المغتسلين بدم ابن الله المولودين من الروح القدس، جميعهم أجساد تتغير ونرتفع لملاقاة المسيح في الهواء في السحب، وأيضا الراقدين في المسيح أيضا في ذات الوقت أو حتى قبلنا أول إشي بقوموا وإحنا بنرتفع مع بعض لملاقاة المسيح، وهكذا يتم فداء أجسادنا، لأن الكتاب يقول لأن هذا المائت لابد أنه يبتلع من الحياة، هذا المائت يلبس عدم موت، هذا الفاسد يلبس عدم فساد. ويقول أيضا بولس في رسالة فيليبي
هناك إن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا على صورة جسد مجده حسب استطاعة عمله أن يخضع لنفسه كل شيء. فإذا هناك فداء لأرواحنا ونفوسنا بإيماننا بدم المسيح وموته على الصليب لأجلنا، هناك أيضا فداء للمقتنى إلنا ميراث أبدي مستقبلي رح نعاينه وممكن لكن نتمتع فيه بالإيمان منذ الآن، وأيضا يوجد أيضا فداء لأجسادنا من كل ضعف من كل مرض من كل هرم وشيخوخة ومن كل متاعب هذا الجسد، ونلبس أجساد ممجدة لا تشيخ لا تشيب لا تتألم لا تمرض لا تنحل على الإطلاق، نكون كجسد الرب اللي قام فيه وصعد الآن هو موجود فيه في يمين عرش الآب وعرش السماء في يمين العظمة في الأعالي. أجسادنا تكون كجسد المسيح الذي دخل فيه إلى العلي أيضا والأبواب مغلقة، وهذا يقين، والروح القدس اللي ساكن فينا بيشهد لأرواحنا ومع أرواحنا إنه إحنا أولاد الله، وبيشهد أيضا إلنا إنه نثق ونصر إنه نتغرب عن هذا الجسد نستوطن عند الرب ويكون أيضا إلنا جسد سماوي ومسكن سماوي وبيت سماوي وجسد ممجد لا يعرف كل هذه الأسقام والأمراض والمتاعب. أخ عماد في الختام حتى ولو بشكل بسيط بثواني معدودة، كيف يحصل الإنسان على الفداء؟ الإنسان يحصل على الفداء التحرر من دينونة الخطية ومن نتائجها ومن عبودية الشيطان هو بالإيمان بما صنع يسوع على الصليب لأجله. جاء ابن الله هو الفادي هو المخلص وقدم الفدية، الفدية دمه حياته حتى الموت موت الصليب. من يؤمن بما صنع يسوع على الصليب بالثمن اللي دفعه لفدائنا من الخطية والهلاك يستطيع بالحقيقة أن يتمتع ببركات الفداء، أن يدعو ابن الله لكي ما يأتي إلى قلبه إذ يعترف بخطاياه، ساعتها دم المسيح يطهره وينعم بهذا الاعتاق بهذا التحرير وبهاي البركات. أخ عماد شكرا جزيلا والرب يباركك. شكرا لك. نفس الدعوة بكررها، إذا كان طبعا هاي حاجة كل إنسان يحتاج إلى فك من أسر ومن قيود الشيطان من العبودية لكي نتحرر لكي نعتق لكي نحصل على الحياة الأبدية على غفران لخطايانا. وصلي من كل قلبي إنه هذه هي صلاتك. إذا كانت هذه صلاتك منحب نسمع منك، سيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذه الحلقة، اكتب لنا سنعود بعد قليل. لولا النعمة ما كنت أشوفها ولا كان ليا مكان في سماك، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، ضربة طرية في كل كياني من رجلي الهامت راسي. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، ضربة طرية في كل كياني من رجلي الهامت راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. أصدقاء الأعزاء قد استمعنا إلى اختبار وشهادة الأخت لينا كيف غير المسيح حياتها،
وطبعا يطالب المسيح أتباعه بأن يتحدثوا بكم صنع بهم الرب ورحمهم. ودائما يذكر الكتاب المقدس عن التلاميذ أنهم كانوا شهود لهذا. يقول الكتاب: تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فإذا يقول الكتاب: مولودين ثانية من زرع لا يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالاختبار أو الشهادة هي أساسها في كلمة الله المسيح المخلص الذي يغير الحياة بأكملها ويعطي الحياة الجديدة، لأنه قال: إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ثم حدثنا القس عماد عن الفداء في الكتاب المقدس. أعزائي، نعم، الفداء هو الخط القرمزي الذي يربط كل صفحات الكتاب المقدس من عهديه، من العهد القديم إلى العهد الجديد. يقول لنا الكتاب المقدس في أفسس إصحاح الأول عدد 7: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. فجاء المسيح لكي يفدي، لكي يفكنا، لكي يحررنا، لكي يفك أسرنا ويطلقنا أحرار. لكنه دفع ثمن، وهذا الثمن هو دمه، دمه الغالي الثمين. فعندما نشهد شخصيا عن عمل يسوع في حياتنا من خلال كلمة الله، نشهد عن عمل الدم وقوة الدم في حياتنا، نحن نهزم الشيطان وكل الأرواح الشريرة. لأن الكتاب يقول: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. لربما أنت تشعر في نوع من العبودية في حياتك، في أسر الخطية. أطلب من المسيح الحي القادر أن يغيرك في هذه اللحظة، أن يفديك، أن يفكك من كل أعمال السحر، من كل أرواح الظلمة، أرواح الشريرة، ويعطيك لكي تنطلق بحرية، غفران للخطايا ويقين الحياة الأبدية. يقول الكتاب: لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور. تعال إلى المسيح في هذه اللحظات واطلبه رب ومخلص بكلماتك البسيطة. إذا كنت تحتاج لأي مساعدة، بعد قليل سيظهر العنوان على الشاشة، يمكنك أن تطلب نسخة من الكتاب المقدس، سنرسلها لك بكل سرور مجانا. وأيضا سنرسل لك كتيب صغير بعنوان كلمة الله، لكي تتعرف أكثر من كلمة الله عن عمل يسوع في حياتنا. وصلي أن هذا الاختبار أنك اتخذته في حياتك. منحب نسمع منك. إلى اللقاء.